يا موسى، ده مكتبك يا حبيبي، اتفضل اقعد عليه. هتراجع الحسابات وقسط البوالص الجديده، عايزك تشرفني وتشوف شغلك كويس. فاهم؟ فاهم يا عم يوسف. يا حبيبي هنا مفيش عم يوسف، انا هنا اسمي الاستاذ يوسف، رئيسك المباشر. مفهوم؟ مفهوم. طب اتفضل اقعد يا حبيبي، وما تنساش تسلم لي على عمتك استر. هيحصل. واضح انك قريب يوسف افندي. اه، وقريب ابو سره كمان. ايه ده؟ ده انت جدع وفي نكته اهو، مش زي قرايبك. يا سيدي اهلا بيك هنا، انا ممدوح وده ايميل وانت موسى، مش كده؟ كده. ومعاك ايه بقى يا سي موسى؟ معايا تجارة متوسطة. لا، معاك ايه حاجة ناكلها يعني. زينا يعني. ورينا بقى يا سي موسى الهمة. ورينا الجدعانة يا بطل. بقول لكم ايه انت وهو؟ بلا همة بلا جدعانة. أنا هعمل شغلي وبس، لا ملف زيادة ولا ملف أقل. مفهوم؟ غلط يا عصام، اتسرعت وانفعلت زي عادتك. انت مش مقدر حاجة. وعزة ذنبها ايه في اللي حصل؟ خالد وألفة الاتنين بيحبوا بعض، زي ما انت وعزة حبيتوا بعض، ولا نسيت؟ يعني كنت اسكت يا عادل؟ لا، تتصرف بعقل وحكمة. ازاي يعني؟ أختي كانت ماشية مع واحد، وراجع البيت الساعة 11 بالليل، وعلى هدومها دم، وعايزني أتصرف بعقل؟ تيجي ازاي دي؟ تتصرف زي ما عمرو اتصرف معاك، يوم ما رحت قلت له إنك بتحب أخته. هادي يا عمرو، يا أخي عمرو حاجة وأنا حاجة. في دي عندك حق. السلام عليكم. استنى بقى يا جدع، ما تبقاش رخم، ما تسيبنيش لوحدي في موقف زي ده. وانا جودي هيعمل لك ايه يعني؟ ما انت خلاص خربتها. ولا خربتها ولا حاجه، اقعد بقى يا اخي. الله، اديني قعدت. اصل مفيش حد هنا يعرف ان عزه رجعت لي الدبله ولا فعلتها. الله اعلم. طب وموضوع خالد وألفت؟ هنا انا وماما بس اللي عارفين. طب يا اخي ما تلم الدور بقى. ازاي بس؟ زي الناس. الواد خالد ده طلع واد جدع وشهم وراجل زي اخوه عمرو. لو واحد مكانه كان ممكن يخاف من العيال دي ويسيبها لهم، بس هو واقف قصادهم وصان شرفها وعرضها. وبعد ده كله رحت انت تفرد عضلاتك عليهم وتديهم كلمتين في الجنب. عشان ايه ده كله؟ عشان تثبت رجولتك. صدقني يا عادل، لو كنت مكاني كنت هتعمل اكتر من كده. تخطب مين يا ولد؟ ده انت لسه في ثانويه عامه. عايز نروح لابوها اقول له انا جاي اخطب بنتك لابني اللي لسه طالب. انا بشتغل وباخد مرتب واقدر افتح بيت. يا اخي ليه؟ وفوق لنفسك بقى. بابا، وانا استنيت لما عزه وماما مشوا عشان برضو تكلمني على اني عيل صغير؟ ما انت عيل فعلا. هي عمايلك دي يعملها راجل؟ طول عمرك سبب كل المشاكل في البيت. لا، ده كان زمان. كان زمان؟ ما هو ايه اللي بتعمله دلوقتي؟ اسمع يا خالد، احمد ربنا ان الامور عدت على خير المره دي، وإياك تجيب لنا مشاكل مرة تانية. عدت على خير ليا ولا ليها؟ يعني إيه؟ يعني أكيد أهل ألفت مش هيفوتوها لها على خير. ما شفتش عصام لما جه كان شكله عامل إزاي؟ وعزة لما راحت توصله ورجعت كانت كاتمة دموعها إزاي؟ أكيد زعلوا مع بعض. ما هو كله بسببك. طيب، أنا بقى عايز أحل المشكلة. أخطبها رسمي، أو على الأقل نقرأ فاتحة بس، عشان تقدر ترفع راسها قدام أهلها. ولما هي تهمك قوي كده بتحطها ليه في مواقف سخيفة زي دي؟ هو اللي حصل بقى يا بابا. اسمع يا خالد، ألف سلامة ليك يا بطل، ألف سلامة ليك يا بطل. أستاذ أشرف، أنت هنا في مصر؟ أول ما سمعنا الخبر جينا من اسكندرية على طول. أيوه، أنت غالي علينا يا بطل. أنت إزاي تعمل كده؟ انت مش عارف ان ده ممكن يحطم البنت تماما؟ البنت هي اللي كانت هتحطمني. اسلوبها لخبط حياتي كلها، حتى مستقبلي كان مهدد بالضياع. انت مش قادره تتصوري كان. انت اللي مش قادر تتصور. انت ممكن تعمل في البنت ايه؟ البنت وحيده من طفولتها، محرومه من ابوها اللي مشغول بطموحاته وترقياته واعماله. طب امها؟ كانت مشغولة بإيه لما أبوها كان بيحارب؟ كانت مشغولة بإيه والبنت عمالة تكبر وهي وحيدة حاسة إنها محرومة؟ كانت مشغولة بإيه؟ اسكت عاير. أنا أقول
كانت مشغولة بأحلامها وطموحاتها ومستقبلها السياسي. أرجوك هايل. سوناتا بترجوني، سوناتا اللي ساي كلها بتخاف منها بترجوني أنا. إهربي، هي دي الوسيلة الوحيدة اللي طول عمرك كنت بتواجه بيها مشاكلك، الهروب. وانت بتواجه مشاكلك ازاي؟ بالعوزي ولا بالسنكي؟ بقتل أطفال المخيمات ولا بدفن الأسرى أحياء؟ قولي إيه اللي بيخلي الجنرال العظيم يحس بالقوة والعظمة؟ إيه اللي بيجيب له الإحساس ده؟ إزاي بتقدر تواجه مشاكلك ومسؤولياتك؟ برافو سوناتا، ايه رايك ما تستقيلي من الكنيسة وتسيبك من اللجنه الاقتصاديه وتروحي تكتبي مقالات في جرايد المعارضه زي هايدي؟ الحالي جنرال، هايدي بتحارب. هايدي خير يا معلم؟ ده ايه الفرح والقصه دي كلها؟ ده فرح البراءة يا شعقوب. براءة مين يا معلم؟ براءة فاطمة بنتي، ما هو الأستاذ موسى لقى العقد. لقى العقد؟ أيوة. طيب، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. اصحي راشيل، اصحي يا فلحة. ايه في ايه؟ في ايه؟ موسى لقى العقد. ايه؟ بتقولي لقى ازاي ده؟ انتي مش بتقولي انه حدق وواعي وبيفهمها وهي طايره؟ اكيد شافك وانتي بتدوري عليه وفهم ايه الحكايه. ده لو كان لقى بصحيح ان انا كنت اتحسر عليه. بالعكس، ده يبقى واد ما جابتوش ولاده زي المصريين ما بيقولوا. اشمعنى بقى؟ لسه برضه راشيل حبيبتي، ما فهمتيش اشمعنى؟ شرفت ونورت الحتة يا سموسة، رفعت راسي لفوق. خير يا معلم؟ وفي ايه؟ العقد اللي انت لقيته يا سموسة رديت عليا روحي، واول يوم النهارده فاطمة بنتي تجف دمعتها من على خدها. يا معلم ده انا لقيت العقد بالصدفة، انا بدور على شوية حاجات. وعشان خاطري ما تزعلش من عمتي، انت عارف ظروفها. الست استر دي في عينينا وعلى دماغنا من فوق. هي دي اخلاق ولاد البلد يا معلم. انت كمان يا استاذ موسى فيك شهامة ولاد البلد. اي والله فعلا فعلا. شربات الست فاطمة يا استاذ موسى. طب اطلع فوق اطص وشي بشوية مية واغير هدومي واكل لقمة مع عمتي وانزل اشرب الشربات هنا على القهوة. على نعمة من نعم ربي مش هيحصل ده ابدا، هتشرب الشربات تحت وفوق وانا هطلع لك الشربات انت والست استر. ما يصحش يا معلم. ما يصحش ازاي؟ ده جميلك اللي انت عملته معايا هشيلهولك على راسي طول العمر. عشان انت راجل اصيل بس يا معلم. الله يكرمك يا سموسة. سلام كبير قوي الاستاذ موسى. يعني راح العقد، انا استاهل ضرب الجزمه اني ما خدتوش معايا ليلتها. علشان اتصرفتي من دماغك وما خدتيش وقت. هو ده وقته يا يعقوب؟ هو انت هتقعد تقتت فيا كده؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ مش كفايه العقد راح مني؟ مش مهم العقد. يا سلام، مش مهم عقد ب5000 جنيه؟ ايوه رشيد، لان النهارده كسبنا اللي اهم من العقد. الجماعه لازم تعرف اللي حصل هنا النهارده. لازم رشيد. هي خدت حبوب كتير بس الحالة مستقرة، محتاجة يومين راحة وغذاء كويس. هنعمل كل اللي مطلوب، كل اللي فيه مصلحتها.
بس كان من الافضل انها تكون في مستشفى تحت رعايه طبيه. هنعمل ده هنا. امرك جنرال، امرك. شفت اسلوبك في التعامل مع البنت وصلها لايه؟ اسكت يا سنات، الموقف ما يستحملش طريقتك دي. طريقتي دلوقتي المشكله بقت في طريقتي؟ اسكتي بقى. كالمعتاد هتدور على حد ترمي عليه مسؤوليه كل اخطائك. قلتلك اسكتي. حاضر هسكت يا جنرال، لكن لما تخف هايدي انا ليا كلام معاك تاني. لا تاني ولا تالت، انا ما عنديش استعداد اضيع مستقبلي علشان خاطر شويه عواطف ملهاش معنى. انا راجع مكتبي اشوف شغلي. مش معقول اضيع امن اسرائيل علشان بنت مجنونه وايه وبس. اقتوني ليه؟ انا عايزه اموت، عايزه اموت. هايدي حبيبتي سلامتك ألف سلامة. أعمل إيه بقى؟ حظي كده. سي خالد ما يلاقيش حد في الدنيا دي يحبه غير ست ألفت. وده سبب يقلعك الدبلة؟ ويا ترى هو اللي خدها ولا أنت اللي اديتها له؟ أنا اللي اديتها له. وليه كده يا عسل؟ أنا بحبه يما، بحبه بجد. بس هو كلامه كان جارح قوي، مرضيش يسمعني. لما قلت له ان اللي عمله خالد مع ألفت زي بالظبط اللي هو عمله معايا، كنا بنحب بعض من ورا اهالينا. معلش يا عز، هما الشباب كده بيحللوا الحب لنفسهم للبنات ويحرموا على اخواتهم حتى التفكير فيه. اشمعنى عمرو؟ اشمعنى عمرو قدر وفهم لما عصام راح قال له؟ لان عمرو حاجه تانية خالص، وعمره ما يفكر بالطريقه دي. انا مش عارفه اعمل ايه يا مها، انا لسه ما قلتش لماما وبابا، مش عارفه هعمل ايه. انت مش المفروض تعملي اي حاجه، هو اللي لازم يعمل لان هو الراجل. ايوه يا مها، بس ده مسافر يستلم شغله بكره في بني سويف ومش هشوفه غير بعد اسبوع. ده اذا كنت هشوفه تاني. لازم تحاولي تشوفيه يا عز، ده لازم. بالهنا والشفا يا ست استر. والله ده ذوق كبير منك يا معلم ماجد انك تيجي انت والمدام وانسه فاطمه. كان المفروض احنا اللي نيجي لغايه عندك ونعتذر لك. انا ما كنتش غلطانه، انا ما لقيتش المعود في مكان عمتي، عشان كده انا اصريت نجيبوهم ونيجي بنفسي عشان نسبه يعني النفوس هديت والقلوب صفيت وبيتكم زي بيتنا تمام. ده كرم اخلاق منك والله يا معلم. واحنا من بكره الصبح هاخد عمتي ونروح القسم نعمل تنازل عن المحضر عشان نرد اعتبارك في الحته كلها. انا بصراحه ما كنتش ناويه ندخل البيت ده تاني ابدا بعد اللي حصل. وجيت على نفسك ليه يا معدل؟ ليه بس يا ست ام فاطمه، ده المعلم لسه قايل احنا كلنا اهل. وماله اهل ولو ان الدين غير الدين. يا ام فاطمه، وانا قلت حاجه يا معلم؟ المهم يعني ان النفوس هديت وكل حاجه رجعت لاصلها تاني. ده من اصلك وذوقك يا معلم. ده من ذوقك انت يا سي موسى. بالاذن بقى نزغ يا سي استر. مع السلامه. ما لسه بدري يا معلم. ربنا يخليك بدري من عمرك. مع السلامه يا استاذ موسى. مع السلامه يا سي استر، وبزورينا. انا ما بروحش لحد. احسن، ما هو البني ادم ما يرتاحش الا في بيته برضه. مع الف سلامه. مع السلامه. أنا متشكرة، متشكرة قوي يا أستاذ موسى. أنا ما عملتش غير الواجب يا ناسة فاطمة. اقفل الباب يا موسى. يا سلام، أنا من ساعة ما ظهر العقد ليه وأنا زي ما أكون روحي ردت فيه. اللي عند ربنا ما يروحش أبدا يا حاج. ونعم بالله. الحقيقة الأستاذ موسى ده جدع ابن حلال قوي قوي قوي. ده حتة سكرة. ربنا يكرمه يا رب زي ما ردني كرامتي واعتباري. اسمعيني يا فاطمة، موسى ده جدع ابن حلال وحته السكره وحليوه. بس انا عاوز اقول لك حاجه تحطيها حلقه في ودنك، ولا هو من ديننا ولا احنا من دينه، فاهمه يا فاطمه؟ يا موسى، موسى. حاضر يا عمتي.
ايه يا حبيبتي؟ توحشتك؟ انت طول عمرك بتوحشني. تعالي موسى، تعالي يا ابني، تعالي اقعد جنبي. جنبك؟ انا عايزه اتكلم معاك. اتكلمي يا حبيبتي. قولي يا ودي موسى، هو انت لقيت العقد فين؟ لقيته يا عمتي، يعني كنت رشيل. رشيل هي اللي كانت واخدها مش كده؟ مش مهم يا عمتي، المهم ان احنا لقيناه. طب قولي، امبارح طول الليل طول الليل كنت بتعمل معاها ايه؟ كنا بنتكلم. بتتكلموا بس؟ بس اسمع يا موسى، اسمع يا حبيبي. صحيح رشيل واخوها من دنيا، ده صحيح، لكن عاوز نصيحتي. بعد اللي حصل الليله لازم لازم تبعد عنه، وهم كمان لازم يبعدوا عنك. خليك زي ما كنا زمان ايام ابوهم وابوك، هما في حالهم واحنا في حالنا. الجماعه دول انا عارفاهم كويس كويس قوي، ما يجيش من وراهم الا القلق والمتاعب. فاهم يا موسى؟ قولي لي يا عمتي، انت بقالك قد ايه ما خرجتيش من هنا؟ ياه كل ده واكتر كمان يا اخويا. الخروج بيكلف كله مصاريف. لغايه دلوقتي كل حاجه ماشيه سليم. المهم يا فؤاد تخلي بالك كويس قوي في المرحله اللي جايه. كل حاجه معمول حسابها يا فندم. مجموعه العمل اجتمعت ودرسنا الموقف بكل متغيراته، ووصلنا للي مكتوب في التقرير قدام سعادتك. التقرير ده انا هقراه بنفسي وهناقشه مع المتخصصين، وانت لما ترجع ان شاء الله هناقشه معاك. امرك يا فندم. امال انت مسافر امتى؟ الليله يا فندم. انا مش فاهم يا فؤاد، انت ليه مصر ان احنا نسافر اسكندريه وفي نص الليل كده؟ اللي حصل الليله مش بسيط يا حسن، ده تطور خطير وخطير جدا كمان. بالعكس، اللي حصل الليله عمل شعبيه كبيره قوي لعمر في المنطقه كلها، وهو ده الخطر يا حسن. ايوه، خطر في ايه بس؟ طول فتره شغلك في الجهاز عمرك شفت او سمعت عن شاب يهودي خد شهره بالشكل ده في حي شعبي؟ ها؟ والحقيقه ولا مره. لو كنت مكان اليهود في اسكندريه كنت عملت ايه؟ ده انا استغل الموضوع ده بقى لاقصى مدى ممكن. طب لو كنت مكانهم هناك في اسرائيل؟ ما فوتش الموضوع ده ابدا. معنى كده انك هتستقطبه، ها؟ ده معناه ايه؟ تحريات اكتر ومعلومات اكتر وفرص اكتر انهم فرص اكتر ان العمليه تفشل يا فؤاد. بالظبط. ده كده الموضوع مش بسيط. عرفت بقى ان ده تطور خطير يا حسن. ده تطور خطير جدا. عشان كده لازم نتابع العمليه دي عن قرب، لازم نتابعها لحظه بلحظه. انت شرفتنا، ويا ريت كل ما تنزل مصر تزورنا. شرفتوا انست. ده ايه الود ده كله يا حبيبي؟ قلبت له المخازن وجبت له البضاعه اللي هو عايزها. قربنا ده ولا ايه؟ لا قربنا ولا من بقيه اهلنا، بس الراجل خدمنا خدمه كبيره. خدمه ايه بقى يا حبيبي؟ اهلا يا عم يوسف. صباح الخير يا يعقوب. يا ترى دبرت لي الحاجات اللي وصيتك عليها؟ اه طبعا، كل طلباتك انا دبرتها وهتبقى موجوده بالليل. ايه الاخبار؟ لا بصراحه يا يعقوب، الولد ده كده 100% فل الفل. تصور خلص الموضوع كله بمنتهى السرعه، وبالنسبه للباقيين وقف كل واحد عند حده في دقيقه واحده. بصراحة بقى الولد ده ما تشيلوش من دماغك ابدا، هيفرق معانا كتير قوي قوي. عارف يا يوسف، عارف، بس انت عارف ان القرار مش قراري، قرارهم هم. على كل، انا عملت اللي عليا وبلغتك، وانت حر بعد كده اتصرف زي ما انت عايز. سلام. سلام. البضاعة هتبقى موجودة ان شاء الله بالليل. هو
هو فيكتور اخوك ما وحشكش؟ وحشني كتير يا حبيبي. طيب اكتب لك جواب علشان تبعته له بالليل، اصل فيكتور احتمال يجي مصر. نموذج اللي بيوصف وجهك ده مدهش، مثير للشك في الوقت نفسه جنرال. بالظبط، نموذج مثالي اكتر من اللازم، خصوصا في وقت زي ده. شاب صغير وعاقل وابن بلد وراجل ويهودي، وده المدهش في الوقت اللي العرب كلهم بيكرهوا اليهود، هو يثير اعجاب واحترام وثقة منطقة شعبية بكل اللي فيها. عجيبة، صعب ان انا اصدق حاجة زي دي. فعلا جنرال، الموضوع ده مثير للشك وللحيرة كمان، بس مش مستحيل. الأجل وبالأوصاف اللي بيقول عليها جاك هيفيدنا على المدى الطويل. بلغ جاك إن التقرير بتاعه محل دراسة ومنتظرين معلومات تانية. نطلق عيوننا جنرال؟ مش دلوقتي، لما جاك يخلص تحرياته يبتدي دورنا احنا. في حاجة عايز تقولها يا جاك؟ أبدا، كنت عاوز أسأل عن صحة مدموزيل هايدي. نعم، انا كان قصدي الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. انت هنا في مكان عمل، ما انتش قاعد على بار. الحاجات الشخصيه دي ممنوعه، مفهوم؟ قلت ايه يا استاذ مدحت؟ اللي بتطلبه مني ده خطير جدا يا استاذ يعقوب. لا خطير ولا حاجه، ده قانوني 100%. الحكايه بس قلنا فيها ان احنا بدل ما نجيب يعني واحد يخلص لنا الحكايه دي وياخد شيء وشويات، انت اولى. الله، طب ما هو لما هي قانوني انا بقى ايه لازمتي؟ ما انت عارف كل حاجه في البلد دي بتمشي بالزق. طب اديني فرصه افكر. على مهلك يا حبيبي، فكر زي ما انت عاوز، بس صدقني اللي انا بطلبه كله قانوني 100%. وانا طلبت شاي ده على حساب المعلم، وكل طلبات الاستاذ موسى على حسابي. لا يا معلم ارجوك. لا تقولش كده، امال ده احنا عايزين نرد لك جزء من جميلك علينا. معقوله برضه يا معلم هتدفع لي ثمن الوصول؟ لا يا راجل بلاش يا سيدي، طلباتك انت واصحابك الليله دي كلها على حسابي. بس يا معلم على الطلاق بالتلاتة ما تنزل كلمتي الارض، ولا انت عاوزني اطلع ام فاطمه وتتشرد في الشارع؟ لا بره فيها، خليها خليها. شكرين لذوقك يا معلم. واد يا موسى، انت هتقعد عندك وسايبني لوحدي؟ لا يا ست الكل، طالع لك حالا اهو. ربنا يخليكم لبعض. شكرا يا معلم، استنى خدني معاك. استاذ يعقوب هتاكل السندوتش ولا لا؟ هاكل يا حبيبي. يلا سلفين يا خالتي. خش يا موسى، جالك خوات. مساء الخير. جابك هنا؟ انا ما قدرتش نستنى للصبح، المره دي الشغل على ميه بيضه. انا عملت اراجوز عشان نجيب لك طلبك، صور العيله كلها، مش هتصدق اللي انت هتشوفه. ارتاح 3 ايام في البيت بس يغير على الجرح كل يوم، والادويه دي تاخدها بانتظام، ويبقى يجيني بعد اسبوع اشوفه في العياده الخارجيه. الله يكرمك يا ابني. الحمد لله على السلامه. ما تبقاش تمشي مع شباب زي دول، زي اللي انت قلت في المحضر انك ما تعرفهمش. ماشي ماشي، ربنا يحميكوا كلكم ويكفوكوا شر الطريق. ان شاء الله يا ابني، ده مش هيحصل تاني ابدا ان شاء الله. عزة يا بنتي هاتي شنطة أخوكي وتعالي. عزة. نعم يا بابا. خليكي معانا،
هاتي شنطة أخوكي وحصليني. حاضر كده برضو يا صاحبي. تقدر تقولي ليه ما صالحتش عزة ورجعت لها الدبلة قبل ما تسافر شغلك؟ كرامتك مش كده؟ والنبي عادل سيبني في حالي، انت مش فاهم حاجة أصلا. انت اللي مش فاهم أي حاجة. لو انت شايف ان خالد غلطان تبقى انت اللي غلطت، لأنك اعتبرت الموضوع أهانة شخصية ليك وسمحت للمواضيع تتطور أكتر من كده. ممكن تسكت؟ أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده خالص، مفهوم؟ مفهوم عصام، مفهوم. أكيد مش هيسكتوا، عمرو بالنسبة لهم نموذج ممتاز. فؤاد انا عاوزك تهدى كده. بقول لك ايه، ما تيجي ناكل اكله سمك عشان نعرف نرتب افكارنا. لا 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 حسن، انا عايزك تسافر تاني. انا مستعد، هكلم المطار دلوقتي واعرف ايه موعد الطيران. في اول طياره يا حسن، مفيش وقت. ايوه بس هعرف ايه المطلوب مني المره دي بالظبط. هقول لك. ادخل. تمام يا فندم، مخلص الجمارك وصل في ميعاده ومنتظر امر سيادتك. هخليه يدخل. صباح الخير يا باشا. ميرسي يا حبيبي، ميرسي قوي. المحل محلك طبعا على طول. متشكر. السلام عليكم. مع السلامة. ايه الاخبار؟ المفروض انت اللي تقولي الاخبار. ها بعت جواب لاخوك؟ ايوه طبعا، بالليل زي ما اتفقنا، وانت عارف الرد بيبقى الساعة 9 قريبة. قولي، جمعت معلومات كفاية عن الولد؟ عن الولد وعن عيلته كلهم، حتى صورهم. ده أبوه اللواء محمد طلبة، لواء سابق في الجيش المصري، خرج معاش بعد حرب الأيام الستة. واللي زي ده هيفيدنا بإيه؟ مش هو اللي هيفيدنا يا حبيبي، ابنه لما يخش الحربية ويتخرج ضابط في الجيش المصري هيشتغل مع معارف أبوه وهيبقى محل ثقته. ياه، ده الجماعة بيبصوا لبعيد قوي. ودي بقى ست والدته، ست طيبة جدا وفي حالها، كل اللي يهمها جوزها وولادها زي كل الأمهات المصريات. أما دي أخته، طالبة في كلية الأداب ومخطوبة لمدرس تربية رياضية بيشتغل في بني سويف. عظيم عظيم. ده أخوه الكبير عمر، بيشتغل معيد في كلية التربية الرياضية، وهو دلوقتي في بعثة في روسيا. ودي صورته.